ضيفنا اليوم في فقرتنا الطربية يحب يطلق على نفسه لقب فنان صاعد، وبالرغم من دخوله السريع لعالم الفن إلا أنه يمتلك الكثير من الأعمال الفنية المميزة الخاصة فيه. هذا النشاط والتفاعل الفني ما بيجي أكيد إلا من تشجيع الجمهور وثقته بالفنان. أكيد نرحب في استوديو سيدتي بالفنان والملحن وافي. هلا وسهلا بك يا وافي. اهلا فيك، مساء الخير عليكم جميعا. هلا وسهلا، هلا وسهلا بك. يعني السؤال اللي دائما نساله، كيف كانت الانطلاقه ومتى؟ الانطلاقه كفنان او كهاوي؟ كهاوي طبعا، كبدايه نعم. يعني المغنى ابتدى معي وانا طفل، يعني اول ما تعلمت الكلام انا تعلمت المغنى الغنى. ايوه هي. فمن الابتدائي كنت أطبل على الطرابيزة في المدرسة وأغني وأسوي إزعاج فتنمت معاي الفكرة يعني، وحبيت الشيء هذا. ففي مرحلة المتوسطة تعلمت على الآلة الموسيقية، العود، الأورج. الأورج أيوة. نعم. بعدين في مرحلة الثانوية امتهنت العزف العود، لأنه هو كان شغفي الأول يعني. يعني سن صغير بدأت العود؟ أيوة ما شاء الله. أيوة. طب كيف تعلمت؟ علمت نفسك بنفسك؟ والله انا تعلمت نفسي، يعني تقريبا كل اللي انتم حتسمعون هذا كله اجتهاد شخصي من عندي ما شاء الله يعني. فالحمد لله. برضو فكره التلحين ابتدت معايا من ايام المتوسطه، المرحله المتوسطه. طب حمستنا كذا نسمع. اي طبعا نبغى نسمع شيء بعد. حاضر الان. طيب حاضر. طيب انا حقدم قطعه مذهب من كلمات اخويا مشعل البحر، ومن ألحاني ومن أعمالك يعني. أيوة هذه طبعاً. أغنيتك. نعم تفضل. دنيا الألم، دنيا الأسى، دنيا القسى وجرح السنين، تايه على بحر الظما، عطشان وهات أنين أنين. دنيا الألم، دنيا الأسى، دنيا القسى وجرح السنين، تايه على بحر الظما، عطشان أنا عطشان وهات أنين. هذه البداية واللي كان حبي مع جروح الزمان، طيفك معي عايش معي حتى ولو طال الغياب. هذه البداية واللي كان حبي مع جروح الزمان، طيفك معي عايش معي حتى ولو طال الغياب. أصبحت معرف من أنا يا حبي يا قلبي العنا، أصبحت معرف من أنا يا حبي يا قلبي العنا. والصمت يغلبني، والصمت يغلبني، والصمت يغلبني، يغلبني يغلبني وذهول من كثر شوقي والحنين، من كثر شوقي والحنين، من كثر شوقي والحنين، من كثر شوقي والحنين. مدري حقيقة أو سراب، مدري حقيقة أو سراب. الله الله عليك.
يعني يسلم صوتك ما شاء الله، وتسلم يدك على ذا العزف الزين. يعني ما ودنا الأغنية تخلص الأمانة. والله الأغنية طويلة يعني. جميلة جدا، جميل لحنها وكلماتها بالفعل جميلة. شيء. يعني احنا ممكن يعني أنا قاعد أستنى إن شاء الله بس تنزل الحلقة. هذا يعني طرب. الله يخليك. أنت هذا اللون اللي أنت تحبه الطرب. أنا أحب الطرب، وأيضا أنا متنوع في أطروحاتي. يعني أحب المكبلة الطويل، وأيضا أحب المنوع، الأغاني القصيرة البسيطة. تحب القديم وافي ولا إيش تحب الأغاني اللي الجديدة؟ اللي ماله قديم ماله جديد ولا الله. أيوة طبعا صح. أيوة. مين طيب؟ فأنا تأسست على القديم، ولكن أيضا يعني برضو نعطي ذو كل حق صح. يعني في أيوة. بعض الأغاني الجديدة الأمانة شيء أيوة رهيب. أيوة. لكن القديم، أنا سؤال القديم، مين اللي ألهمك؟ والله الملهمين كثر يعني. ف أنا أي إنسان يعني أسس مدرسة موسيقية وأسس بصمة، فدائما هذا يلهمني. صح. أي ناجح يعني. فأنا مالي يعني شخصية معينة في الفن أنا أتبعها بحذافيرها، ولكن أتعلم من مدارس كثيرة يعني. على سبيل المثال الأستاذ الموسيقار جميل محمود، مدرسة كبيرة في الفن السعودي، فهذا أنا أتعلم منه الكثير. أيضا الأستاذ عبادي الجوهر. أكيد حسيت فيك كذا شوي. طلال مداح، محمد عبده، كثر يعني سعوديين. وأيضا على المستوى العربي كاظم الساهر، ملحم بركات، وأيضا على المستوى العالمي بيتهوفن، موتسارت، ما شاء الله يعني مطلعة ما شاء الله يا وافي. لكن يعني دائما يقول لك يعني في فنانين تشوفهم بس يغنوا أو فنانين بس يلحنوا، لكن أنت ما شاء الله جامع بين التلحين وبين الغناء. هل هذا يعتبر سلبي أو إيجابي؟ اللهم لك الحمد. أنا أعتبر أنه توفيق من رب العالمين. يعني أنه أضلاع المثلث تجمعت فيه. فأنا اللي ألحن العمل، وأنا اللي أعزف، وأنا اللي أغنيه يعني. وهذا أنا أعتبره ميزة، فأنا أعتبره طبعا شيء إيجابي يعني، والحمد لله. ما شاء الله. كيف الواحد يطور نفسه؟ يعني ما شاء الله أنت طورت نفسك بنفسك، من ناحية عزف، ومن ناحية أداء، ومن ناحية نبغاك تعطينا نصيحة للناس الشباب وحتى البنات توهم داخلين في ذا المجال، حابين أنهم يطورون بأنفسهم. التطوير طبعا يجي من الذات يعني، فهو بس في كثرة التمرين. في كثرة التمرين، سواء إذا بتتعلم على آلة فلازم تكثف التمرين، تتعلم الغناء فأنت لازم تكثف التمرين. وأيضا التمرين هذه ما تغني عن المطالعة والقراءة والتثقف والاطلاع، علشان نأخذ من خبرات غيرنا أيضا ونضيف بصماتنا عليها، ولكن هي كلها مع الوقت، ولازم أنه الواحد يكثف بس عامل الوقت في الموضوع والتمارين، يعطي مثلا آلة العود حقها يعني. صحيح. أيوة. 100%. طيب وافي رح تسمعنا شيء ثاني؟ أيوة طبعا. سمعكم عمل جديد لسه نازل من أسبوعين تقريبا. يلا. سجاني الحب، سجاني حبيب عمري، سجاني ووقعني في بحر الحب، رحل عني وخلاني. سجاني الحب، سجاني حبيب عمري، سجاني ووقعني في بحر الحب، رحل عني وخلاني. رحل عني وأنا المغرم في حب حيل هيماني، رحل عني وأنا المغرم في حب حيل هيماني. تركني في سما الأحزان وشب بقلبي نيراني، سجاني Thank you.
أنا اللي عشت من أجله عطيته كل وجدان رجع ثاني وقال لي خلاص أنا آسف ويندماني وأنا اللي عشت من أجله عطيته كل وجداني رجع ثاني وقال لي خلاص أنا آسف وندماني وزاد الشوق في قلبي ونبضتي وشرياني بعد ما زادت الأشواق صك الباب من ثاني سجاني 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 سجاني. الله الله عليك يا وفي، يعني ما شاء الله. هذه بس من كلمات الأستاذ معليش بس عبد الرحيم جميل محمود، ما شاء الله ومن ألحان من ألحانك. يعني أنت تحب أن يطلق عليك فنان الصاعد، كيف يعني؟ يعني أنت ما شاء الله لك أغانيك الخاصة، بتلحن، عازف محترف، بتغني باحترافية، ولا هل تحس أنه لسه ما حققت اللي أنت تبغاه؟ هو أنا بس أنا يعني في الفن صار لي مدة يعني ولكن أنا في الساحة الفنية حديث عهد. صحيح. أيوة. لأني أنا لسه يعني راجع من برا، صار لي سنتين يعني كنت أدرس برا. فعشان كذا أنا حديث عهد في الساحة الفنية، عشان كذا أنا أقول للفنان الصاعد يعني لأنه لسه جديد على الساحة. ولكن الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة يعني القصيرة اللي أنا جيت فيها الحمد لله يعني سويت أعمال كثيرة ويعني وأكتف يعني نشط كثير الحمد لله. حبيت يعني ما شاء الله عليك. يشوف الأمانة حتى الشخص اللي يعني ما هو رومانسي لما يسمع أغاني رومانسية كذا يتأثر فعليا. فحسيت أغانيك يعني على الأقل الأغنيتين اللي أنت غنيتها قبل شوي إحساس مشاعر ورايقة. بالضبط. يعني أنت تحس إنه هذا الشيء يمثلك كشخص أو هذا الشيء اللي الناس تبي تسمعه؟ لا هو هو أنا كمغني وكفنان يعني. أنا أغني أحاسيس الناس يعني أخذ من أشعار الناس. فلما يقول سجاني سجاني الحب سجاني حبيب عمري سجاني، فأنا أتقمص إحساس الشاعر. لازم. أيوة. فأنا أغني أحاسيسهم، فأحيانا تكون رومانسية أحيانا تكون حزينة أحيانا تكون يعني على حسب الغاية فيها، ولكن انها دائما انا كمؤدي دائما تلامسني يعني في عده طرق وعده اماكن. فطبعا انه انا احساسي انا اضيفه للموضوع لانه اكيد يعني الكيمياء اشتغلت يعني. عشان يوصل عليه. اي طبعا. ايوه. انا الصراحه يعني دائما اقول الفنان حتى لو كان صوته جميل بس ما في احساس ما ودي اسمع. صح. لازم انت توصل لي احساسك. بالضبط. فلازم يعني هذا الشيء الامانه يعني انت وصلت لنا هذا الله الاحساس. يخليك. الله يخليك. فاحنا نتمنى لك كل التوفيق وافي، وشكرا لك، شكرا لحضورك اليوم. العفو، وانا تشرفت فيكم. الله يعطيكم العافيه على الفرصه السعيده هذه. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم لكن بعد هذا الفاصل.